جميلة أفندم. أنا أبوك يا جميلة. أبويا إزاي يعني؟ مش فاهمة. أنت مين يا حبيبي؟ أنت دخلت هنا زي أنت مجنون؟ لا يا بنت أنا مش مجنون، أنا أبوك فعلا. آه دي لعبة جديدة بقى. طب بقول لك إيه؟ روح قول للي بعتك يبطل خيابة والنبي، ماشي؟ يا عيد يا عيد. محدش بعتني يا بنت. يا عيد إيه يا عيد؟ في ايه؟ انت سايب البوابه كده الكل من هب ودب يدخل لحد البيت جوه؟ يا بنت اسمعيني، انت بتتفق معايا ولا ايه حكايتك؟ اسف لا. طب لما يجي الدكتور يشوف شغله معاك. اتفضل يا جميلة. انا حكيت لنا الكلام الله يصلحك يا ابني، بالراحه عليا، ده انا ما صدقت لقيتكم. هم مين دول يا حاج؟ اهلي يا ابني، بنتي ومراتي. يلا يا عم الحاج. يا ابني سيبني شويه. يلا يا عم الحاج. جميلة ميرسي قوي يا حاج. العفو علينا. الرحم تمام بيرفكت ما شاء الله، كده ممكن الحمل يتم بشكل طبيعي من غير ما تحتاجوا حتى لاي حاجه. الحمد لله. لا بس ازاي؟ انا كل مره كنت باجي لك كنت بتقولي كويس قوي ان احنا عملنا تجميد عشان التبويض عندك كسلان. عادي استنى كام شهر كده يمكن يتم، لو ما حصلش نرجع للحق. لا انا مش موافقه. ايه رايك؟ لا انا ليه اقعد استنى لما انا في ايدي الحل السريع والمضمون؟ انا مش عايز استنى. وانا معاها في الراي بصراحه، ومستعجل ونفسي مفتوحه على الخلفه. طب اتفضل اتفضل. تؤمر باي خدمه ثانيه يا دكتور؟ لا تمام اتفضلي. ده مالتي فيتامينز كل يوم الصبح بعد الفطار، محتاجه جدا الفوليك اسيد، والحبوب دي بقى علشان بناء جدار الرحم ويبقى مهيئ للحمل. اللي هي امتى بقى عشان ابقى جاهزه؟ النهارده ايه؟ 2 كده. تجيلي على يوم السبت، تجيلي الصبح الساعه 9 كده، بس تكوني شاربه سوائل كتير، وطبعا الاستاذ هيكون معاكي. اتفضل يا استاذ. الورقه دي بقى ايه؟ تقراها كويس. انا كنت فاكرك يعني هتخلص النهارده. خلص النهارده؟ ليه؟ انا بسلك شريان ولا بركب صمام زي ما انت بتعمل؟ لا بلاش معايا انا الكلام ده، احسن اقول لك الشغلانه بتاعتك دي كلها كانت بتعملها زمان الدايه. والله؟ طب اتفضل خد الست المدام بتاعتك بقى وروح لاي دايه خليها تعمل لها حقن مجهري بحله ميه سخنه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.